جوهرة التابعة لتيفلت نظم منتدى الطفولة بشراكة مع نادي تربية على المواطنة وحقوق الإنسان عملية انتخاب برلمان المدرسة. العملية تهدف إلى إشراك ممثلي التلاميذ في السير العام للمؤسسة والمشاركة في الحياة السياسية. ريبورتاج عمرة أمسمير وعبد الفتاح الزوين. قبل أسبوع انطلقت العملية الانتخابية من قبل المرشحين، اتسمت بالنزاهة واحترام الآخر. كل مرشح تلميذ قدم برنامجه وزينت المدرسة بالدعاية الانتخابية. الأمر يتعلق هنا بانتخابات المجالس التربوية لمجموعة مدارس معاوية بجامعة عين جوهرة بتيفلت. يتعرفوا التلامذ على طريقة ديال الانتخاب والترشيح والتصويت في هذا المجال هذايا اللي هما غادي يستفدوا منه في المستقبل وعندهم حتى في الدروس لهم. عقب ذلك انطلقت العملية الانتخابية في المدرسة حسب قوانين الانتخابات المبنية على السرية التامة وحرية الرأي لاختيار المرشحين من أجل خدمة المدرسة وطاقمها التدريسي والمشاركة في الحياة المدرسية من خلال تنظيم الأنشطة التربوية الهادفة. إلى نجحت في الانتخابات غادي نساهم في تنظيف المؤسسة وغادي نساهم في أنشطة تربوية. إلى نجحت في الانتخابات غادي نساهم في أنشطة تربوية ونعاون الفقراء والمعاقين وتنظيف المدرسة. العملية تهدف إلى غرس روح المحبة والانتماء بين التلاميذ، بالإضافة إلى تشجيع روح التنافس الشريف لتنمية الثقافة السياسية لديهم.